أهلا وسهلا بكم متابعي قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة سبير. كيفما شاف الجميع أن اليوم ظهر واحد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق لحظة سائقة لحظة غريساج ديال واحد الشاب في مقتبل العمر في هذه المنطقة هذه وبالضبط في هذه الحديقة هذه اللي متواجدة العديد من بالقرب من العديد من المؤسسات التعليمية. وبطبيعة الحال في هذا الفيديو هذا كانوا فيه 3 أشخاص اللي قاموا بالسرقة وسلب بعض الأغراض ديال هذا التلميذ هذا. إذا إحنا في المكان بالضبط اللي وقعت فيه هذه السرقة، هذه حديقة اللي كان عندها واحد الجرياج شحال هذه، ودابا ملي تحيد لها هذا الجرياج بزاف ديال الناس ولاو تشكاو ان من تحلات ملي ما بقاتش مسدوده ولات تتوقع فيها سايقات بزاف بالنهار وكذلك بالليل، وكذلك ولات مكان تيجيو تجلسوا فيه بزاف ديال الناس المجرمين اللي تيتعاطاو الخمر والمخدرات، وهذا الشيء هذا تاثر على التلاميذ اللي في هاد المدارس هادو اللي بالقرب من هاد الحديقه. اذا متتبعينا غنبقاو مع واحد الحارس ليلي اللي تيكون في هذه المنطقه نظرا لبعض الظروف الخاصه ما غيكشفش لينا الوجه ديالو اللي غيتكلم لنا على هذه الحديقه هذه. شايف هذه الحديقه هذه كيفاش كانت شحال هذه؟ كانت مأمنة، كانت مسدوده، كان فيها الكرياج، كان ترونكيل، يعني من نهار تحلوا حيدوا الكرياجات ولات هاد الظاهره كثرات فيها بزاف، يعني ولا بنادم معرض للخطر في هاد المنطقه. كثرات فيها الضحايا بزاف ديال الناس. كثرات وكتشوف لا بالنهار وبالليل، يعني مازال بالليل شوف النهار ما بنادم راه الشعب المدرسه التلاميذ كذا، يعني كتكون عامره هنا بالنهار. وشنو رايك في هذا الفيديو هذا اللي بان في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذاك الفيديو راه حشومه حشومه بزاف، يعني دراري صغار باقيين في اعدادي ولا ابتدائي باش تلقى لهم وكتضربهم بالسيبحه هكاك باش تحيد لهم رزقهم، حشومه. شحال كاين دابا تقريبا في هذه الزنقه هذه اللي كنشوفوا هذا الشهر اللي كنشوفوا الله ديالها شحال كاين من المدارس؟ 4 المدارس هنا، اعدادي وثانوي شنو السميات ديالهم؟ وجوج ابتدائيات، يعني راه كاينه هي اللي ثانويه واد الذهب، وكاينه خالد بن الوليد اعدادي، وكاينه دريس الحريزي ابتدائي ومتنبي. وانت كحارس ليلي واش فايت حضرتي شي سايقه هنايا؟ لا بالليل ما عمري حضرت شي حاجه بالليل، يعني بالليل ترونكيل بالليل ترونكيل، يعني مرة يدوزوا الدوريات ديال الامن بالليل، كيكونوا دوريات بالليل هنا، يعني بالليل راه ترونكيل. بالنهار راه هادشي كيوقع في النهار، يعني شحال من واحد كيقول لك بالنهار وقع هنا هادي الدولي هنا هذا حيدوا لي هنا، ولقيت في الدير اوقات الدرويه ومن اوقات العمل 7 الصباح والفوق راه كتكون اوقات العمل، يعني كيكون الرواج ديال الناس غادي للعمل، عيالات دريات كيكونوا غادي للعمل راه كيكونوا معرضين للخطر. وهاد الجردة هادي بنهار واش تكون خاوية ولا تيجلسوا فيها شي وحدين تتعاطاو المخدرات؟ أي واحد كيجي يجلس فيها هادي، أي واحد تيجي يجلس راه اللي تلف ما لقى فين يريح راه كيجي يتخبى، بحكم ديالها جات ورا الديور مخبية راه كيجي يريح، هنا بنادم يتخبى ما تتبانش كتنوض ما كيبانش، كتنوض الفوضى، يعني حتى السكان ديال هنا ولاو كيتشكاو من الظاهر، ما بقاوش كيريحوا على راحتك، يعني مريح وسط والديك وسط عائلتك وكتسمع الهضرة الساقطة وهضرة خايبة، يعني راه. وشنو رسالة المسؤولين بالنسبة لهذا المشكل هذا؟ يعني تكون واحد المراقبة، وكنت نطلب منهم أنا يرجعوا الكرياجات كيف كانوا باش تبقى القضية مأمنة، يعني كانت شحال هذي راه كانت مأمنة بخير وعلى خير. شكرا. وهادشي اللي كاين. شكرا. إذا تتبع قناة شوف تيفي كيفما تابعتم معنا على المباشر، هذا هو المكان اللي وقعت فيه السائقة اللي ظهرت في فيديو اللي دار ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، وكنا مع حارس ليلي اللي عطانا تصريح ديال شنو تيوقع بالضبط هنايا. نتمناو ان يكون واحد التدخل ديال المسؤولين وتراجع الاوضاع كيف ما كانت في هذه الحديقه هذه، كيف كتشوفوا ان الكرياج ديالها اللي كان من هاد الجنبات هادو تحيد، وكيف سمعتوا ان حتى الناس الساكنه تيتشكاو بنهار من الكلام الساقط اللي تيسمعوه بالنسبة من طرف الناس اللي تيجيو لهذا المكان هذا باش تيتعاطاو المخدرات وتيتعاطاو الخمر. وبطبيعة الحال هذا تيشكل خطر على التلاميذ، لأن هذا هو حيط ديال المدرسة.
كيف تشوفوا هذا الحيط ديال ثانويه واد الذهب. اذا تتبع قناه شوف تيفي، نتمنوا ان المسؤولين يدخلوا على الخط بخصوص هذا الحادث هذا اللي وقع. والى هنا استودعكم الله، والى اللقاء في برشا اخر ان شاء الله.